طبعا انا سعيد موجود معاكم النهارده، وسعيد في قناه النادي الاهلي بيتي واللوكيشن الرائع اللي احنا فيه. كنت عارف ان المنظر حلو قوي كده. بص حضرتك، انا حاضر اقول طبعا رؤيتي، بس مش رؤيه فنيه. انا ماليش ان انا اتكلم في الحته الفنيه، انا راجل مش فني. انا اقدر اقول طريقه التعامل او اسلوب الشغل بحكم خبرتي في مجال، انا صحفي اصلا سنين طويله. هو يعني بدءا من اول خالص جورج هيليا، مش ده بعيد، كان زمن مختلف، فما اقدرش اقارنه بالثلاثه اللي هم ورا بعض، اللي هم كارترون وفايلر وموسيماني. كارترون كان الحته النفسيه عنده عاليه قوي، كان بيعرف يشحن لعيبه نفسيا وبيعرف يقومهم حتى لو في مشكله، في مثلا بعد هزيمه لعيب تلعب كويس بيعرف ازاي الحته النفسيه بيشتغل عليها كويس. فنياته مش عاليه قوي زي فايلر. فايلر الحته الفنيه عنده اعلى من كارترون، بس الجانب النفسي عنده مش غائب شويه، يعني حتى مش ما بيعرفش مثلا في لعيب مش كويس ما بيعرفش يتكلم معاه، لعيب مثلا عنده مشكله ما بيعرفش يتكلم، الحته النفسيه ما بيعرفش يعملها كويس، ودي سببت له مشاكل يعني حتى في الفتره الاخيره. في الفتره الاخيره من تولي مع اللعيبه مثلا، مع اللي عنده مشاكل. موسيماني بقى عنده الاثنين، يعني عنده الحته الفنيه كويسه جدا، الراجل مجتهد جدا وبيشتغل وبيذاكر كويس جدا اي فرقه بنلعب معاها. احنا فوجئنا لما جالنا مصر، يعني اول اجتماع لينا خالص قال، قعد يتكلم عمرو السوليه انت بتعمل كذا بتعمل كذا، مروان انت عملت كذا، انت احمد فتحي انت حافظ مذاكر وعنده فريق عمل بيشتغل معاه، بيشتغل بشغل يعني شغل التيم ورك، ما بيشتغلش لوحده اكتر، يعني بيشتغل بيعتمد على محلل الاداء اللي معاه وعلى المعد البدني. طبعا كابتن سامي قمصاني دور كبير جدا معاه ومع كل فريق العمل. والحته النفسيه جنب الحته الفنيه بيعملها كويس قوي قوي، يعني بيعرف يتكلم ازاي ويعرف يستثير مشاعرهم ويعرف ازاي بيحط حته انت يتجهم وانت يبتسم. بالظبط وبيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه وبيعرف يذاكر اللعيبه كويس، بيعرف يعني سيكولوجية كل لعيب ايه وبيجي له من ناحيته، يعني اللعيب اللي بيحتاج تحميس اكتر، في لعيبه ما بتحبش تبقى فيه اوفرلود تحميل نفسي قبل المباراه، بيعرف يعمل ده، هو يعني شاطر.